عندنا طالبه، كلكم اكيد متابعين القصه دي، الطالبه ميار حماده. ايه حكايه ميار حماده طاهر؟ نتيجتها 4% بالثانويه العامه. والدها طبعا بيستغيث، ليه؟ لانه ميار متفوقه في كل المراحل الدراسيه، فطبعا شيء غريب جدا انه تطلع النتيجه الصبح وتلاقي ميار نفسها جايبه 4%. طبعا اكيد قلق وحاجه مش طبيعيه بالنسبه لمجهودها. فخليني كده يعني نروح كده ونشوف مع ميار هو ايه الحكايه ونشوف ايه الموضوع. الطالبه ميار حماده، خليني اشوف حكايتها وطبعا والدها، خليني امسي عليها. مساء الخير يا ميار. لا انت لسه زعلانه طبعا وصوتك، وانا عايزه اسمع صوتك. مساء النور. عندك كم سنه يا ميار؟ 18 سنه. قولي لي ايه الموضوع. اولا كلميني عن استعدادك للامتحانات، يعني كنت، انا عارفه ان انت من المتفوقين في المراحل الدراسيه، ايه اللي حصل بالظبط يعني وقت الامتحانات سريعا، وتوقعك للنتيجه كان ايه؟ اتفضلي. قصة ان انا طول السنه بذاكر، وفتره المراجعه رجعت بدل المره 2 و3، وحليت امتحانات كافية جدا عشان أفضل مدربة كويس على طريقة الأسئلة والبابل شيت. من بداية السنة بناخد اختبارات ونتدرب عليها عند بعض المدرسين، ودخلت الامتحانات مستعدة تماما. وبدأنا باللغة العربية اللي هي كانت بالنسبة لي من أسهل الامتحانات الثانوية العامة. تمام. وربنا يعلم حليته في ساعة ونص بالظبط امتحان اللغة العربية، ورجعت كتير وظللت كويس خالص. وبعدها اللغة السعودية يعني لقيته في النتيجة 5 من 80. وبعدها اللغة الفرنسية دي يعني كل الطلبة بتحبها، ويعتبر مادة من أسهل المواد اللي هي أصلا بترفع المجموع. تمام. وحليت كويس خالص فيها. بعدين هي الكيمياء الوحيدة اللي كانت صعبة في امتحانات ثانوية عامة السنة دي. صحيح. وبرضه حليت فيها على قد ما أقدر يعني بسبب ضيق الوقت وكده. يعني أنت بتقولي لي إنه مادة الكيمياء الوحيدة اللي انت ممكن تكوني كنت قلقانة منها، مظبوط؟ الوحيدة بسبب بس الوقت يعني، الوقت. انما هي كانت يعني كوقت وكده، انما هي كانت يعني كويسة إلى حد ما. تمام. طيب وبقية المواد، يعني ايه المواد اللي انت متأكدة بنسبة كام في المية انت كنت متوقعة تجيبي كام يا ميار؟ انا كنت متوقعة ان انا يعني انا على حسب مراجعتي من بعد الامتحانات وكده انها 95. يوم مثلا تجيبي انت ادبي يا ميار؟ لا انا علمي علوم. علمي علوم، فكنتي متوقعه، ايوه انت اتكلمتي عن الكيمياء، متوقعه ان انت تجيبي 95%. 95%. طب انا ممكن اعرف مثلا في ثانيه ثانوي، في الاعداديه، في اولى ثانوي، يعني النتائج بتاعتك كانت عامله ازاي؟ لا نتائجي دايما يعني من ابتدائيه مش اعداديه ولا طب ثانوي. من الابتدائيه. من الابتدائي ده يعتبر كنت مركز اول دايما. والاعداديه؟ الإعدادية دي كنت مراكز يعني ما بين الأول والثاني كده. طب في الترم بقى، السنوات اللي هي قبل ثانوية عامة، سنة أولى ثانوي والثانية ثانوي؟ أولى ثانوي وثانية ثانوي كان معانا نظام جديد وكده، فكانت المجاميع يعني اللي هي 99، بس اللي هو مش 98 97 زي الإعدادية. لا كانت هي اللي هي نظام 91 92. وبالنسبة لتالتة يعني تالتة ثانوي دي علشان سنة مصرية مثلا، فكنت عاملة فيها مجهودها أكبر بكتير من أولى. كنت عاملة مجهود كبير. طيب ميار.